وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده معانا ارخص موبايل بشاشه 90 هرتز، ارخص موبايل بيديك تجربه الريفرش ريت العالي والسلاسه والنعومه في الاستخدام. بالبلدي ارخص موبايل بيديك تجربه انت ممكن ما تحصلش عليها الا في موبايل اغلى من الموبايل ده ب 1000 جنيه. النهارده معانا الريلمي سي 17 والمميزاته وعيوبه وايه الحاجات المميزه فيه. وحقيقي تجربه الموبايل دي تعتبر متميزه جدا من حيث السلاسه والنعومه، فكرة ان هو بيديك ميزة مش موجودة غير في موبايلات اعلى. فقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تنزل تحت الفيديو كده تعمل لايك جميل وتعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا انزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. الريلمي سي 17 او سي 17، الموبايل ده بيقدم ميزة مش موجودة في اي موبايل تاني. ريلمي معودانا ان هي بتحاول في كل فئة سعرية تحط لك ميزة ابهارية تخليك تقول لا الموبايل ده فيه حاجة مميزة عن اي موبايل تاني في نفس الفئة السعرية. فجزئية ان انت يبقى عندك شاشة 90 هرتز في الفئة السعرية بتاعت الموبايل اللي هي من 3000 جنيه ل 3500 جنيه، والموبايل عليه عرض دلوقتي سعره 3400 جنيه في الوقت الحالي، فدي حاجة تخليك متحير. هل الميزة دي وراها حاجات تانية، وراها استثناءات، وراها تضحيات مثلا؟ هل الموبايل فكرة ان الموبايل 90 هرتز، هل 90 هرتز دول شغالين فعلا؟ هل التجربة فرقت معاك كمستخدم؟ هو ولكن مش لكل الناس. يعني ايه يعني ايه مش لكل الناس؟ ميزه ال 90 هرتز دي هتفرق معاك في التصفح، ان انت الموبايل هيقدم لك تجربه فلويد وسلسه جدا، وتحس ان الموبايل بيتزحلق معاك وبيطير معاك، ودي حاجه مش هتحسها في الموبايلات اللي في نفس الفئه السعريه، ولحد فئات سعريه اعلى كمان الموبايلات كلها بتيجي بشاشه 60 هرتز. ولكن هنا الموبايل بيجي بشاشه 90 هرتز، وانا جربت اعمل تيست على الموضوع ده لقيت ان البرامج كلها بتقرا ان شاشه الموبايل 90 هرتز، وانا كتجربتي للموبايل لما شغلته على 60 وعلى 90 لا في فرق جدا واضح في السلاسه والنعومه في التقليب بتاعه الموبايل. فقبل ما ننقل على بقيه المواصفات، نفتكر ان نفس الفئه السعريه اللي موجود فيها الموبايل حاليا بسعره الحالي هي نفس الفئه اللي كان موجود فيها الريلمي 6i. دي حاجه نبقى فاكرينها وما نشيلهاش من دماغنا. ممكن نقول مثلا الموبايل ده هو البديل بتاع الريلمي 6i ولكن بشاشه 90 هرتز. الموبايل هنا بيجي بخامات بالكامل من البلاستيك، ومفيش موبايل في نفس الفئه السعريه بيجي بخامات اعلى. فظهر الموبايل من البوليكربونايت، عندك الكاميرات فوق مرصوصه في المربع او المستطيل اللي فوق كده بشكل حرف ال، وده الاتجاه الجديد اللي ريلمي ابتدت تاخده في التصميم. ده الشكل الجديد اللي بدنا نشوفه في الريلمي 7 والريلمي 7 برو، موجود هنا في الريلمي سي 17. فانا ما عنديش اي مشكله مع الظهر بتاع الموبايل، بالاضافه لان حواف الموبايل هنا كلها من البلاستيك، ودي نفس الخامات المتعارف عليها من ريلمي في نفس الفئه السعريه. بالنسبه للبصمه فيها موجوده في ظهر الموبايل، وحقيقي سرعتها عاليه جدا، وكان عندي تعليق بسيط، كان نفسي ان البصمه تكون غائره لجوه اكتر او مدفونه في ظهر الموبايل سنه كمان عشان اقدر اوصلها بكل سهوله. ولكن لما تركب جراب للموبايل المشكله دي تنتهي معاك، لان البصمه هتبقى غائره لجوه فتقدر توصل لها بسرعه. لو قلبنا الموبايل وبصينا للواجهه الاماميه، فانت هتلاقي شاشه شبه كامله، وعندك هول بانش فوق على الشمال موجود فيها الكاميرا الاماميه. وتجربه الموبايل في مشاهده المحتوى تعتبر لذيذه نوعا ما بالنسبه لموبايل ريلمي في الفئه السعريه دي. هقول لكم ليه. اول حاجه، لان ريلمي 6i اصلا كان موجود في الفئه السعريه دي، شاشته بتيجي بدقه اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس زي المنافسين، ودي حاجه انا بعتب عليها في الموبايل. بالنسبه للشاشه هنا فهي من نوع اي بي اس ال سي دي، وبتيجي بدقه اتش دي بلس، بس كان نفسي تبقى بدقه فول اتش دي بلس على غرار الموبايل اللي كان موجود برده من ريلمي اللي هو الريلمي 6i. ولكن انتوا ايه رايكم؟ هل شايفين ان وجود شاشه 90 هرتز او وجود الريفرش ريت العالي ده بيخلي الموبايل تعتبر وجود شاشه اتش دي بلس بس مش عيب؟ نروح بقى للنقطه اللي بعد كده وهي نقطه الاداء. وهنا بقى هشرح لكم ليه انا قلت ان الموبايل ده مش لكل الناس. الموبايل هنا بيقدم ميزه ثوريه جدا وجود شاشه 90 هرتز، ولكن مش مناسب للناس اللي بتدور على ارقام على ورق. انا عايزك تديني ارقام فلكيه بقى ومش عارف ايه. لا، هنا الموبايل بيقدم لك تجربه واقعيه، تجربه كويسه جدا على ارض الواقع. فالموبايل هنا بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 460 بدقه تصنيع 11 نانومتر، ولكن كتجربه فعليه وتجربه استخدام يومي الموبايل متميز جدا في التصفح والتقليب وفتح السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تويتر. تقدر تصور بالموبايل على طول، تقدر حتى تلعب على الموبايل من غير ما تقابلك مشاكل. والموبايل حقيقي اداني تجربه كويسه مع الالعاب مع المعالج ده. فالموبايل في لعبه زي كول اوف ديوتي بيقدر يشغل لعبه على هاي ريفرش ريت وعلى هاي كواليتي، وما قصرش معايا خالص. ده الموبايل كان بيقطع او بيلاج او بينتش معايا خالص وانا بخرج او بدخل من التطبيقات. ولعبه زي اسفلت 9 الموبايل طلع معايا تجربه كويسه، هي مش الافضل ولكن كانت تجربه مقبوله بالنسبه لموبايل في الفئه السعريه دي. فنقطه الارقام هنا ممكن ما تعجبش ناس كتير، ولكن من تجربتي الموبايل على ارض الواقع مقدم تجربه كويسه. لو بصينا لنقطه البطاريه مثلا،
مثلا موبايل بيجيب بطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقدره 18 واط والشحن السريع موجود في العلبه. الموبايل فعليا مع المعالج ده ومع الشاشه اللي بدقه مش اعلى حاجه فاستهلاكها للبطاريه هيكون اقل. فيعني من ناحيه تانية الموضوع بيديك تجربه مميزه من حيث البطاريه. فالموبايل قعد معايا 9 ساعات سكرين اون تايم والموبايل كمل معايا يوم ونص استخدام وسبت الموبايل ستاند باي ممكن يكمل معاك 3 4 ايام. الموضوع فعليا طول جدا فتجربه متميزه جدا من الريلمي سي 17. بالنسبه للتخزين بتاع الموبايل او المساحه بتاعه الموبايل فهي 128 جيجا و6 جيجا بايت رام والذاكره الداخليه هنا من نوع يو اف اس 2.1 وده فعليا بيساهم في ان التجربه بتاعه الموبايل بتاعك تبقى اسلس واسرع وبتقدم تجربه افضل. نروح بقى لتجربه الكاميرات واللي ما كانتش كويسه وكانت كويسه في نفس الوقت. واحد دماغه بقت نور يبقى انا بعد كده حرفيا هحط تجربه جوجل كاميرا وهدرجها في الريفيو بتاع اي موبايل بعد كده بعد فيديو جوجل كاميرا اللي احنا نزلناه. انا بقيت بجرب جوجل كاميرا على اي موبايل انا بستخدمه وفعليا الموضوع بيفرق جدا. فانت عندك الكاميرات هنا الكاميرا الخلفيه او كاميرات الخلفيه الكاميرا الاساسيه بدقه 13 ميجا بكسل والعدسة الالترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وعندك كاميرتين تانيين كل واحده بدقه 2 ميجا بكسل واحده للمايكرو واحده لديب سنسور او لصور العزل. لو بصينا الكاميرا الاماميه فهنلاقي الكاميرا الاماميه هنا بدقه 8 ميجا بكسل والكاميرا الاماميه والخلفيه بيصوروا فيديو لحد فول اتش دي ويعني تجربتهم من الكاميرا الاساسيه مش احسن حاجه. ولكن بعد ما جربت جوجل كاميرا حصل العجب. يعني الصور بعد ما كانت مش عجباني خالص وكنت خلاص اللي هو الكاميرا مش تمام ومش مرضيه خالص باي شكل من الاشكال لا الكاميرا طلعت نتائج كويسه جدا. الكاميرا طلعت معايا تجربه متميزه طلعت صور شارب طلعت الوان كويسه طلعت صور نايت مود محترمه. و حقيقي انا مش عارف يعني هل جوجل كاميرا تعتبر حكم على كاميرات الموبايل ولا الكاميرا الاساسيه. جوجل كاميرا موجوده وتجربتها موجوده والصور قدامكم زي ما انتم شايفين الفرق. ف الواحد بقى يعني التعبير بتاعه غريب يعني انا مش عارف هل الكاميرا نقول عليها حلوه ولا وحشه. ولكن نهائيا كاميرا بتاعه الموبايل تعتبر كويسه جدا بالنسبه للسعر بتاعه في الوقت الحالي. فنتيجة كويسة سواء من الكاميرات الأمامية أو الكاميرات الخلفية مع جوجل كاميرا. هسيب لكم لينك جوجل كاميرا في الديسكريبشن تحت الفيديو. من الحاجات اللي عجبتني في الموبايل إن هو بيجي بالـ USB Type-C وبيجي بـ 3.5 مليمتر وصوت السبيكرز أو السماعات بتاعته يعتبر جيد نوعا ما. هو عالي ولكن مش أحسن تفاصيل ولكن الصوت عالي ومسموع وتقدر تسمعه في الأماكن الزحمة. كان نفسي بقى يكون موجود هنا مايك التاني اللي بيبقى موجود في الجزء العلوي اللي هو الأكتيف نويز كانسليشن ولكن للأسف ريلمي لحد فئة يعني لحد تحت الريلمي 7 برو ما بتحطش اكتيف نويز كانسليشن مش عارف ليه. ولكن تجربه المكالمات والشبكه مع الموبايل دي كانت كويسه جدا كعاده ريلمي وتجربه تعتبر متميزه. ولكن هنا تاني مين اللي يشتري الموبايل ده؟ الموبايل ده ليه زبونه ليه الشخص او ليه الفان اللي يدور يشتري الموبايل ده. فان اللي بيبقى يدور على شاشه 90 هرتز وتجربه السلاسه والنعومه في الاستخدام وعايز موبايل يربي له رغباته من تصفح وسوشيال ميديا وتقليب في المالتي تاسك ومساحه 128 جيجا والتفاصيل دي كلها. ولكن واحد بيدور على ارقام بقى ومعالج مش عارف ايه الموبايل ده مش هيقدم له التجربه اللي هو متوقعها من على ارقام على ورق. وبس كده دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اكتبوا لي رايكم في الموبايل في الديسكربشن تحت الفيديو وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك جامد تحت الفيديو وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. كان معاكم عبد الرحمن الهواري اشوفكم الفيديو الجاي مع السلامه.